معنى أنه عقب الوساطة البرلمانية في اجتماع مع مسؤولي وزارة التعليم العالي تم الاستجابة لمجموعة من المطالب من ضمنها إلغاء العقوبات والأصفار، يعني ما مدى تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع؟ احنا لحد الساعة نتمنى أن نرى هذه الأشياء، أما لحد الساعة ما لم نرى، كنشوف الطلبة باقيين موقوفين. الحاجة الوحيدة هو أنهم قلنا خرج بلاغ كيقول لهم دخلوا دوزوا الامتحانات، ولكن هادشي ما كيعنيش أنهم غير موقوفين، يعني غير سمحوا لهم باجتياز المباريات، يقدر الامتحانات يقدروا يدوزوا الامتحان ويبقوا موقفين العام المقبل ولا. هذه أولا، التوقيفات جاو باستدعاء المجلس التأديبي، وكان المجلس التأديبي اللي يعني استقلالية الجامعة والمؤسسة يعني ديال المجلس التأديبي، ممكن شي واحد يتدخل فيه، يعني بما أنه خرج قرار بعد مجلس التأديبي راه واخا يكون قرار من عند الوزارة راه لا يمكن البث فيه، خاص مجلس تأديبي آخر كيحيد العقوبة. ولحد الساعة حتى ممثل ما توصل باستدعاء المجلس التأديبي. هذا الكلام سمعناه من ماي نفس الجملة. فيما يخص مطلبكم الرئيسي المتعلق بعدم تقليص مدة التكوين، واش كاين شي مستجدات؟ حد الساعة لا، وللأسف. اليوم حنايا كنطالبوا بالتجاوب على النقاط العالقه، النقاط العالقه تم بسطوها، ماشي هي النقاط الكثيره بزاف باش الطلبه يدخلوا ونتفاداو سيناريو السنه البيضاء، في حين انه الوقت اللي كنقولوا انه كاين النقاط عالقه كنشوفوا هما كيبرمجوا الامتحانات على اساس ان المشكل هو الامتحانات ديالنا. لا، المشكل ماشي هو الامتحانات، النقاط العالقه واضحه. الاستجابه من النقطه ديال زعما الدفعات الخمس الحاليه يتم اعفاؤها من الاصلاح الغير مكتمل، علاش غندوزو 3900 ساعه وحنا اصلا قربنا سالو التكوين ديالنا؟ توقيفات، علاش بقى زعما الممثلين شنو داروا اصلا هاد الممثلين باش يتوقفوا؟ توقيفات تحيدوا كما جاوا بطريقه رسميه، تحيدوا بطريقه رسميه، علاش نقولوا لهم دخلوا الامتحان الى اخره، وصدرات بحقهم هذاك المجالس التاديبيه الى اخره، هذا من جهه اخرى، علاش تم حل المجالس ومكاتب الطلبه وهي تمثيل الطلبه باش توصل الصوت ديالهم؟ شنو داروا كاع؟ علاش نقاط صفر؟ علاش ما يتمش التعامل مع البرمجه ديال الامتحانات من وراء ما اننا نجلسوا نهضروا على جوهر المشكل اللي هو المطالب؟ علاش ما تلقاش حل الشعبه ديال الصيدله ايضا اللي ما عندهمش ماشي نقاط كبيره؟ مجموعه من الاسئله اللي كتخلينا نسالوا واش بصح هما باغيين يجرونا لسيناريو السنه البيضاء ولا كاين شي سبب واحد اخر زعما وراء هذا السيناريو؟ اعتبرتم ان الوساطه البرلمانيه لم تاتي بنتائج ايجابيه فيما يخص الملف ديالكم، وتابعنا البارح انه كانت وساطه جديده من لدن مؤسسه الوسيط، هل تستبشرون خيرا بهذه الوساطه؟ فاحنا زعما في مختلف المحطات كنا مرحبين بجميع الوساطات، اي حاجه ممكن تحل لنا الازمه ديالنا كنا كنطرقوا الباب ديالها. للاسف ماشي كاع الوساطات كانت بالجديه الكافيه، ما كانوش كاملين زعما محايدين، الا اننا نامل خير ان الوساطه ديال وسيط المملكه تكون بادره لفراج الازمه، لعل وعسى انهم زعما الازمه ديالنا تحل ونوصلوا لنهايه السيناريو وهذا الكابوس اللي ولينا كنعيشوا منه نحن للاسر ديالنا للاباء ديالنا. بعد مقاطعه امتحانات الخامس من سبتمبر، فين وصلت الازمه اليوم؟ بالنسبه لشعبه الصيدله كنشوفوا باللي الطلبه وافقوا بواحد النسب ديال 90% على المقترح الحكومي الاخير، رغم انه كانوا بعض التجويدات اللي كان خاص يطالعوا على ذاك المقترح، ولكن كنشوفوا باللي ملي تمت الموافقه لم يتم توقيع محضر اتفاق، لم يتم الرجوع الى طاوله الحوار باش اننا نكملوا دوك لي بوتي ديتاي اللي غادي نقول انهم بقاو. فواش هذا تعنت من عند الوزارتين الوصيتين؟ واش فعلا واش باغيين يلقاو حل لهاد الطلبه؟ واش باغيين يلقاو حل لهاد الطلبه اللي هما النخبه ديال الفئات الطلابيه؟ راه سواء الطبيب او الصيدلي راه حتى واحد ما باغي هاد الحاله اللي حنا فيها اليوم.